بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله رايح نتكلموا على موضوع جد مهم بيخص البروتين المستعمل بدرجة كبيرة والمتوجد بصفة كبيرة في السوق الجزائرية والسوق المغاربية. على كل حال نتكلموا على لي برودوي لي شائعين كما يقول لك. كاين هذايا لي برودوي اونيكا، وكاين لي برودوي بيوبلكس، وكاين لي برودوي فيولات. لي برودوي فيولات ونتكلموا كذلك على طريقة استعمال التشابه اللي بينهم والاختلاف اللي بينهم. التشابه في طريقة الاستعمال، شاهدوا الفيديو حتى النهاية، راح تكون هناك معلومة جد مفيدة. الضغط على زر اللايك إذا عجبكم الفيديو. لو برودوي اونيكا وفيولات نفس طريقة الاستعمال، كنا شرحناها في لي فيديو السابقين. أما بيوبلكس تقريبا 90% من طريقة الاستعمال تشبه به طريقة استعمال اونيكا و فيولات، ولكن الاختلاف يكون في تجفيف الشعر بالمجفف. بالنسبة لأونيكا وفيولات بعد استعمال الشامبوان كلاريفيون، أما بيوبلكس لا يجفف الشعر، يتركه حوالي 50% أو 40% غير مجفف. اعتذر عن اللغة العربية باسكو لانه يشاهدني هناك ما يشاهدني في الدول العربية، ولهذا نسي اجرب ان اتكلم باللغة العربية الفصحى. قلنا الاختلاف بين فيولات وإينيك هذا هو، والتشابه في كل المراحل. نصيحة من هذا الفيديو، أنا أقول لكم على البرودوي فيولات، على المادة فيولات، فأني ما ننصحش بها تماما، لأنه فيولات المتواجدة في السوق الحالي 90%، راني نكرر ونعاود، لانه هناك دي كليون زبائن والله غير راهم يشتكيو من الفيولات، لان 90% مزيف مقلد. اما المنتوج فيولات بطبعه بطبعه الاصلي، نتيجة ديالو نتيجة جد 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 مرضية، نتيجة ديالو 100% ناجحة، ولكن المنتوج لو يتباع ربي يهديهم منتوج مزيف مقلد. ولهذا أنا أنصحكم بهذا المنتوج، المنتوج اثنين اللي عندهم صدى. على كل حال بيوبلكس هو منتوج جديد ولكن تركي، ولكن اثبت فاعليته. هما سي دي برودوي اللي فيهم كيراتين بروتيين، يعالجوا الشعر، معالجين للشعر. نأكد ونعاود، اللي عندها مشكل تساقط الشعر فعليها باستعمال اونيكا او بيوبلكس، من فيولات ولكن يكون منتوج اصلي. وطريقة الاستعمال ديالهم أنا شرحتها في الفيديوهات السابقة، رجعوا للقناة وشوفوا الشرح. إذا عندكم أي أسئلة فيما يخص هذا موضوع البروتين اسألوه، يكون في التعليقات، وإن شاء الله رايح نتكلم لكم على البيوبلكس 1 2 3. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.